السلام عليكم. في مثل هذا اليوم كانت الجمهورية تترنح، لكنها لم تنحني. في سبتمبر الذي واجه سبتمبر المضاد كانت تترنح تحت ضربات الانقلاب على المشروع الجمهوري، بينما اكتفى ما كان يسمى بالحرس الجمهوري بدور المتفرج في ليلة الغدر بالجمهورية وشرفها الجريح. كان كثير من أركان الدولة يتهاوى تباعا مع غروب شمس ذلك اليوم، وما أن طلعت شمس اليوم التالي حتى أصبحت كل الأقنعة واضحة على حقيقتها، ومن بينها أقنعة أممية وإقليمية ولافتات سوداء كانت عبارة عن غطاء ناعم لأيلول الأسود كما يقول مراقبون. الدولة الجمهورية تنكمش، بينما الميليشيا الإمامية تتمدد وتقضم المزيد من مؤسسات الدولة ومعسكراتها وتتجول في الشوارع بالفوضى والسلاح. في حينها كانت سيارة المبعوث الأممي تتجول في شوارع العاصمة المكسورة من أجل التوقيع على اتفاق السلم والشراكة تحت ضغط سلاح الانقلاب، السلم الذي تحول إلى سلب وانقلاب وحرب أهلية. تعرضت صنعاء الجمهورية لجرح في كبريائها الجمهوري لرمزية المكان والإنسان، من إيقاد الشعلة إلى دبابة المارد، من ميدان التحرير إلى ميدان السبعين. كبرياء الذاكرة الجمهورية تعرض لجرح أيضا، من شموخ السلال وطاقية علي عبد المغني إلى ضمير الزبيري ودهاء الإرياني والنعمان ودموع عبد الرقيب عند التنحي. غير أن ما حفظ ماء وجه الجمهورية تضحية فيصل المكرم ورفاقه الذين وجدوا أنفسهم وحيدين يقاومون الاجتياح في ليلة الغدر بالدولة والجمهورية. مشاهدينا الكرام، عن ذاكرة الغدر بالجمهورية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نشاهد هذا التقرير. في ليل 21 من سبتمبر أيلول 2014 عاشت صنعاء ليلة مرعبة وحزينة. كانت ميليشيات الحوثي تتجول في أرجاء العاصمة وتسيطر على مباني ومؤسسات الدولة بصورة درامية. سقط اللواء الرابع ومبنى الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للجيش، وكانت ليلة سوداء في تاريخ اليمنيين. صمدت بعض الوحدات العسكرية وصمد بعض المقاتلين المدنيين الذين حاولوا الدفاع عن العاصمة من منطقة شملان وشارع الثلاثين، غير أنهم طعنوا من الخلف ولم ينتظروا الزمن طويلا حتى طالت لعنة الخذلان كل من وقف خلفها. الأيام القليلة قبل سقوط العاصمة حملت الكثير من أسرار سقوط الدولة، منها ما كشف بعد ذلك من قبل بعض الشهود والأعمال الوثائقية. كان العميد الشهيد صادق مكرم وزملاؤه يدافعون عن صنعاء. في الوقت ذاته كان المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر في صعدة، وبينما كانت الدولة تتهاوى كان بن عمر يسعى لتوقيع ما سمي باتفاق السلم والشراكة في وقت أصبحت فيه العملية السياسية برمتها حبرا على ورق. الرئيس هادي لم يكن مغيبا عن كل ما حدث، والحديث عن دوره عادة ما يثير اختلاف الآراء. مراقبون يقولون إن هادي كان متواطئا مع مخطط إقليمي ودولي يسهل دخول الميليشيا بهدف التصارع مع قوى سياسية محلية، بينما ذهب آخرون للقول بأن هادي تعرض للخذلان من قبل معاونيه العسكريين والمدنيين، وكان المخطط أكبر منه لذا عجز عن فعل شيء. أصابع دول إقليمية ودولية كانت بصماتها واضحة في الانقلاب، فلم يكن يتخيل اليمنيون أن ميليشيات قادمة من صعدة يمكن أن تسقط دولة لها جيشها وأمنها في طرفة عين. لكن هذه المهمة تكفل بها الشريك المحلي للانقلاب المخلوع صالح، فالحرس الجمهوري الموالي له لم يكن جمهوريا وقت الحاجة، فالوقائع أظهرت أنه وبقية الوحدات الموالية للمخلوع قاموا بعمليات الاستسلام والتسليم بين الحوثيين وبين معسكرات الدولة ومؤسساتها المدنية خارج العاصمة وداخلها. بعد عامين من الانقلاب ترزح صنعاء تحت ليل أشد وطأة من ذي قبل، قمع وإرهاب وخطف وتعذيب وتكميم إعلامي تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد اليمنيين. أما الجرعة التي كانت يومها ذريعة الميليشيا أصبحت اليوم مزحة ثقيلة يعاني منها كل اليمنيين. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ولتوثيق ذاكرة مهمة في مرحلة الغدر بالجمهورية يكون معنا عبر سكايب الأستاذ جمال المليكي، الباحث والناشط السياسي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال.
يبدو لي أن هناك مشكلة في الصوت، صوت يتردد بالصدى. أستاذ جمال لا بأس، سنحاول معالجة المشكلة إلى أن يتم علاجها. مشاهدينا الكرام، بطبيعة الحال نحن نقوم بتوثيق الكثير من الحلقات التي ستوثق هذا اليوم وغيره. هذه هي الذكرى الثانية لسقوط الجمهورية، ذاكرة الغدر بسبتمبر وبالجمهورية كما سمي بأيلول الأسود، الذي ربما لم تعد اليمن كما كانت ما قبله. الكثير من الأحداث خلال هذين العامين توالت على اليمن الجريح بعد حادثة الغدر بالجمهورية اليمنية، وبحادث خاصة، وأن المطلب الأساسي الذي تم الدخول من أجله كشف أمام الجميع. كان هناك يعني عنوان دائم لكثير من أحاديثهم بأنهم يريدون إسقاط الجرعة، ولكن في حقيقة الأمر تم إسقاط الجمهورية، تم إسقاط الدولة، تم إسقاط كل المفردات التي كان اليمني يعتز بها. خذل الشعب اليمني من الكثير، من الجيش، من الحرس الجمهوري، من مواطنين يمنيين كما علمنا ونعلم. الكثير ربما عاش تلك اللحظات المؤلمة والجريحة. هي حلقة صعبة في حقيقة الأمر علينا جميعا، ونحن نستدعي تلك الآلام التي عشناها ساعة بساعة. بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، كما قلت قبل ذلك، أنا كثير من الناس عايشوا تلك اللحظات، كثير من الناس شهدوا سقوط صنعاء، ولكن ربما كان الأقرب من شاركوا أو من حاولوا الدفاع عن العاصمة تلك الأيام. هناك الكثير من الخيوط التي تم كشفها، الكثير من الأحداث أيضا التي ظهرت جلية للشارع اليمني. الجميع بطبيعة الحال يتحدث عن ذلك اليوم، وربما شاهدنا جميعا صفحات الفيسبوك التي امتلأت بالكثير من الذكريات وبالكثير من الآلام التي مر بها اليمنيون. الكثير وثق تلك اللحظة بألم شديد. ينضم معنا عبر الهاتف الآن العقيد محسن خسروف، اللواء محسن خسروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي، عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أستاذ. سيادة العقيد محسن، يعني ونحن نستذكر اللواء عفوا، ونحن نستذكر هذه الأيام المؤلمة، لو تحدثنا عن تفاصيل أو بعض ما حدث قبل عامين في هذه الليلة. هل كانت بالفعل ليلة الغدر بالجمهورية كما يصفها الكثيرون؟ وطبعا من أفضل الأوصاف التي يمكن أن تختار بين أوصاف متعددة يوم الغدر بالجمهورية، يوم الغدر بالوطن. قبيل دخول الانقلابيين ليتسلموا صنعاء، أي قبيل تسليم العاصمة صنعاء للانقلابيين، كانت قد جرت سلسلة أحاديث معي، وكنت أتحدث عن أن صنعاء أبعد من عين الشمس عن الإنقلابيين. نعم. وكان بعض الحوثيين يقابلني ويسخر، يقول لي بل إن صنعاء أسهل من عمران. كانت عمران قد سقطت. قلت له شتان، قد دافع الجمهوريون عن صنعاء في حصار السبعين ببضعة آلاف من المقاتلين النظاميين وبضعة آلاف من الجيش الشعبي. أما الآن فلدينا الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات الأمن المركزي واللواء الثالث مدرع خاص، ولدينا القوات الاحتياطي العام، ولدينا ألوية الحرس الجمهوري والمشاة الجبلي والمدرعات والطيران، لدينا جيش يسد عين الشمس. كيف لهؤلاء أن يدخلوا صنعاء؟ صنعاء أبعد من عين الشمس، ورددتها مرات عديدة يعني. حينها كنت كان في ذهني الصورة مرسومة على أن أبو علي، على أن أبا علي الحاكم هو القائد الميداني للإنقلابيين أو للحوثيين عفوا يعني، هذا ما كنا نفهمه، وأن محمد ناصر أحمد هو وزير الدفاع الجمهورية اليمنية الذي حالف اليمين للرئيس عبد الرب منصور هادي. أثر الاجتياح اتفق محمد ناصر هو القائد الميداني للحوثيين وليس العكس، وما الحاكم إلا أحد ضباط الحرس الجمهوري الذين يعملون بإمارة عبد الملك الحوثي مباشرة، وأن الذين اجتاحوا صنعاء جميعهم كعناوين رئيسية في يعني
ربما فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل بك مرة أخرى سيادة اللواء محسن، وأنت تحكي بألم ما حدث تلك الفترة، وفعلا لم تكن أنت الوحيد الذي يردد أن صنعاء بعيدة عن عين أبعد من عين الشمس، ربما لأننا كنا نثق بأن لدينا جيش جرار، وزارة الدفاع ميزانيتها مفتوحة تقتات من هذا الشعب الذي لا يجد قوت يومه، ولكنه يعني الضرائب وكل ما يمتلكه تعود إلى وزارة الدفاع في ميزانية مفتوحة كما هو معروف، ولكن للأسف في حين احتاج الوطن هذه الوزارة وجدها يعني تدير ظهرها نحوه. وأنت أيضا كنت تحدثنا سيادة اللواء محسن عن مدى المأساة التي عشتوها كأفراد وكمنتمين للجيش الذين وثقتم به كثيرا، ولكن وجدتم أن هناك خذلان كبير وأن الكثير يأتمر بأمر عبد الملك الحوثي كما تفضلت. إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال الملكي الباحث والناشط السياسي. مساء الخير أستاذ جمال. فقدنا الاتصال، يبدو لي أن الجميع يعني حتى الاتصالات تشعر بأن اليوم هو يوم أسود على الجمهورية، وهذا ما يحدث فعلا في مثل هذه اللحظات الكئيبة التي نسترجعها سويا مشاهدينا الكرام في مثل هذا اليوم الذي اجتاحت ميليشيا الغدر والخيانة العاصمة. نذهب لهذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بالأستاذ علي الصراري عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا بك أستاذ علي. أستاذ علي هل تسمعني؟ مرحبا بك معنا أستاذ علي، ونحن نسترجع ذاكرة الغدر بالجمهورية 21 أيلول الأسود. تسمعني أستاذ علي؟ ايوه اسمعي. نعم الصوت غير واضح بالنسبه لي، اذا تفضلتم شباب في الكنترول. نود ان يعني ربما السؤال الابرز في مثل هذه الليله، كيف تهاوت برايك الدوله والجمهوريه في صنعاء خلال ايام قليله استاذ علي؟ كيف لو تعيد السؤال مره اخرى؟ نعم أستاذ علي، نحن نتحدث عن ليلة الغدر بالجمهورية، برأيك كيف تهاوت صنعاء خلال أيام قليلة؟ كيف تهاوت صنعاء والجمهورية؟ الواقع أن سقوط صنعاء بيد الحوثي لم يكن بفعل حصار، وإنما صنعاء سقطت كما تسقط القلاع بفعل مؤامرة من الداخل. علي عبد الناصر شد أنصاره من خلال القبائل المجاورة ومن خلال أعضاء مجلس النواب الذين يتبعونه ومن خلال قوات الحرس الجمهورية المتواجدة داخل العاصمة وخارجها، وهيئ الظروف تماما للدخول بتلك الطريقة إلى فرنسا. ولا أعتقد أن أحدا قد خدع بما حدث في 21 سبتمبر، كما تماما لم يكن هناك فعلا غضب شعبي او سخط شعبي ضد الجرعه كما قال، انما كانت هناك مؤامره انقلابيه تواطأ فيها الحوثيون مع المخلوع علي عبد الله صالح، وغدروا بالجمهوريه وغدروا بالثوره وغدروا بالعاصمه اليمنيه، وجميعنا شعرنا بالمعاناه أن يتم الدخول من خلال عصابة مسلحة إلى عاصمة اليمن، ويهان الشعب اليمني بأسره. وللأسف الشديد أن القوات التي كان قد أوكل إليها حماية صنعاء ومنع دخول الجماعة المسلحة إليها هي نفسها القوات التي أدخلت هذه الجماعات، وهي نفسها التي سلمت لهم الدبابات والأسلحة الثقيلة ولم تقم بواجبها، وكانت بهذا خلت عن الشرف العسكري وعن الشرف الوطني وعن اليمين الدستوري، وتحولوا فعلا إلى مجموعة من اللصوص
الذين سرقوا عاصمة اليمن وسرقوا نظام الجمهوري وسلموه لعصابة اعتماد بالحق الإلهي بالحكم، وتحول علي عبد المصالح كما كان الشعب إلى شاويش يعمل في خدمة الإمام. نعم، يعني أستاذ علي أعلم أنه لا جد ومن الحديث عن ذلك الآن، ولكن يعني هل كان ظهر الجمهورية مكشوف أو ظهر صنعاء مكشوف إلى هذا الحد حتى تحاك المؤامرات دون أن تشعر الرئاسة، دون أن يشعر من هم مطلعون على الأمر بهذه المؤامرة التي حيكت ربما بحنكة وبتفاصيل دقيقة؟ يعني لم يكن الأمر سهلا كما ذكرت، وإنما هناك الكثير من الأطراف التي قامت بالمساعدة. هناك من يحاول أن يوجه أصبع الاتهام إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيضا أحيانا يكشف اتهام السعودية ودول الخليج العربية بأنها توصل إلى صنعاء. كل هذه أوهام الذين شعروا بأنهم كان عليهم أن يدافعوا عن صنعاء ولم يفعلوا، يحاولوا بمثل هذه المبررات أن يلقوا بالدائمة على غيرهم وأن يصوروا الأمر أن هناك مؤامرة كبرى يشارك فيها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، وهذا كله هراء. القوات العسكرية التي كانت معنية بالدفاع عن صنعاء وحمايتها وهي كانت جزء من الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد علي عبد الله صالح وأبي، هي التي أسلمت صنعاء، وهؤلاء هم الذين تآمروا لإسقاط صنعاء، ولم يكن أحد من غيرهم قد شارك في هذه العملية. الذين يحاولوا اتهام منصور بهذه المؤامرة هم يدركون تماما أن القوات العسكرية تدعي الحرس الجمهوري لم تكن تأتمر بأمر الرئيس ولا بأمر وزير الدفاع، وإنما كان يحركها علي عبد الله صالح وكانت تأتمر بأمره. إذن أستاذ علي، القوات التي أمرها الرئيس لأن تتحرك لتقاوم كانت تذهب إلى الحوثيين وتسلم نفسها وأسلحتها. نعم أستاذ علي ابقى معنا، يعني نعود إليك بعد أن أذهب إلى جمال المليكي الباحث والناشط السياسي من الدوحة عبر الهاتف أيضا. أستاذ جمال مساء الخير، أتمنى أن تكون تسمعني بشكل واضح هذه المرة. يرى الأستاذ علي الصراري أن صنعاء سقطت بمؤامرة من الداخل، ربما هذه ما يتحدث به الكثيرون، هناك القبائل، مجلس النواب، قوات الحرس الجمهوري، والذي حرك كل ذلك كان المخلوع علي عبد الله الصالح. كيف تتحدث عن هذه المؤامرة أستاذ جمال؟ وأنا باعتقادي هناك أنا أسميها ثورة مضادة مكتملة الأركان. نعم. وأسميه بصورة أخرى هو حلف المنتقمين. اجتمع علي عبد الله صالح كرجل أخرجته ثورة فبراير من السلطة، وكنت دائما أقول أنه بقاء علي عبد الله صالح في المجال السياسي بشكل أو بآخر هو رجل لن يبقى إلا للانتقام، لأنه لا نستطيع أن نتخيل أنه رجل بهذه الثقافة وبهذه النفسية وبهذه الروح يخرج من السلطة ثم سيصبح مساهما في بناء المستقبل. لا يعقل، نحن لسنا أمام نيلسون مانديلا ولسنا أمام غاندي، نحن أمام رجل معتوه، وبالتالي إذا كان يدير الحكم وهو رئيس بتلك الطريقة المعهودة كيف سيكون وهو أخرج من السلطة؟ سيكون جريحا يبحث عن الانتقام، وطالما ضحت اصواتنا ونحن نحذر ان بقاء بذلك الشكل في السلطه في نص الحكومه لن يكون الا لصناعه فرص الانتقام، وقد حصل ما كنا نحذر منه وما ضحت اصواتنا ونحن ننادي بانه لابد من العزل السياسي لعلي عبد الله صالح منذ وقت مبكر، ولم يسمع لهذه الاصوات احد، وربما كان هناك الكثير مما يمكن فعله في لحظه ضعف علي عبد الله صالح فيما بعد الثوره، ولكن باعتقادي أن كل القوى السياسية بلا استثناء لم ترتفع إلى مستوى اللحظة التي صنعها شباب فبراير. باعتقادي كان هناك مشهد سقوط صنعاء شارك فيه الجميع بنسب متفاوتة، وليس الوقت للاتهام، ولا أعتقد أن الوقت حتى مناسب للتبرئة، لنضع التاريخ
ربما يتحدث بطريقة مفصلة وبطريقة تتيح لنا أن نتحدث دون حواجز، ما الذي استطعنا أن نوثقه بطريقة لا تقبل الشك. لكننا دعونا نقول في هذه اللحظة أن الحوثيون وعلي عبد الله صالح استطاعوا أن يغتالوا الحلم. وأنا دائما أقول أن ثورة فبراير التي أتاحت للحوثيين أن تكون لهم قياما في قلب صنعاء، وهم كانوا قبل ذلك محصورون في أسوار صعدة، هم غدروا بهذه الثورة. ومن يغدر بتلك اللحظة التاريخية وبتلك اللحظة الجميلة وبأنقى لحظة صنعها شباب اليمن لا يمكن أن يستتب لهم الأمر. نعم، إذا أستاذ جمال ابقى معنا، أعود إليك. أختم بهذه النقطة فقط، أختم بهذه النقطة. دروس التاريخ وصيرورة المجتمعات تقول لنا رسالة واحدة، أن تحركات بهذه الهمجية يمكن أن تسيطر لكنها لا تدوم أيا كانت المعطيات الحالية. مآل هذه السلطة إلى فشل وإلى سقوط، ولا يمكن أن تستمر، لأن المجتمع اليوم وأجيال اليوم لا تقبل هذه السلطة القهرية ولا يمكن لها أن تدوم. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ جمال الملكي. يعني أقتطف نقطة طرحتها وأعود بها للأستاذ علي أسراري. أستاذ علي، يعني يتحدث الأستاذ جمال أيضا اتفق معك في النقاط التي طرحتها، ولكن أيضا وجه اللوم للقوى السياسية التي لم ترتفع حد قوله إلى مستوى اللحظة التاريخية التي ربما يعني ضحى من أجلها شباب ثورة فبراير. لم يكن موقفهم بالموقف الذي يمكن أن يعول عليه، ما رأيك؟ أستاذ علي، هل ما زلت معي؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ علي. نعود إلى الدكتور معن دماج، أو الأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء عبر الهاتف من تونس. مساء الخير أستاذ معن. ألو ألو. نعم ألو أستاذ علي. ألو. أيوة أنا. إذا عاد إلينا الأستاذ علي، المعذرة منك، يعني يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات هذه الليلة. أستاذ علي، يعني كنت سألتك عن نقطة طرحها الأستاذ جمال المليكي، اتفق معك في النقاط التي طرحتها بسبب سقوط، يعني التي سببت سقوط صنعاء، ولكنه وجه اللوم للقوى السياسية التي لم ترتقي إلى مستوى اللحظة التي ضحى من أجلها شباب فبراير، ما رأيك؟ الواقع ان يعني صنعاء لم تسقط بفعل معادله سياسيه، وانما بفعل اختلال في المعادله العسكريه. نعم. لذلك القوى العسكريه اختل تماما الذي مارسه علي عبد الله صالح وجماعته من اعضاء مجلس النواب، وحشدوا الى مداخل صنعاء واقاموا المعسكرات والجماعات المسلحه، وكان ايضا التابعين للحرس الجمهوري ايضا من داخل صنعاء جزءا من هذه المؤامره. كان هناك اختلال واضح في ميزان. اما من الناحيه السياسيه فاعتقد بان الاحزاب كافه وبدون استثناء، باستثناء جماعه علي عبد الله صالح، كل الاحزاب كانت ضد هذا الدخول، وكانت تدرك ان ما يدار هو مؤامره، وأن هذه التجمعات التي تحشد حول العاصمة هو بغرض استباحتها واحتلالها، وأن هناك هما الذين يقومان بهذا العمل هما الحوثيين وحليفهم الجديد علي عبد الله. نعم. صالح. إذن شكرا جزيلا. السياسية فقد كان. نعم تفضل. ضد الانقلاب ومع الجمهورية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي سراري، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. نذهب إلى الأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء عبر الهاتف من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أستاذ معن، يتحدث الكثيرون ربما عن أن ما حدث في ليلة الغدر بالجمهورية كان مجرد تسلم أو استلام وتسليم مع وجود مقاومة محدودة من ضباط وجنود الفرقة، ما رأيك؟ هي في الأيام والساعات التي جرى فيها تسليم صنعاء يعني بدأ الأمر كذلك. نعم. لكن ما حدث في يومي 20 و 21 سبتمبر سبقته أيام وأسابيع وأشهر من التحضير السياسي والعسكري والإداري. كلنا نتذكر المحاولات الانتفاضات اللي حاول علي عبد الله صالح يشعلها من خلال
الدفع بالناس للاحتجاج على اسعار الوقود، نتذكر احراق اطارات السيارات في صنعاء، وتوقعات وقتها ان صنعاء كانت سوف تسقط. في الواقع حتى ميدانيا كان هناك مستويات معينه اشبه بالبروفة لسقاط صنعاء. وطبعا المساله الاساسيه كانت هي في السياسه. نعم. في السياسه من ناحيه احباط قوى وجماهير ثوره فبراير. عدم حساسيه وغياب اي رد فعل من القوى السياسيه الذي بدات انها تتصارع على السلطه، بينما في الواقع السلطه الحقيقيه كانت ما تزال بكل اجهزه الامن والاداره والجيش بيد علي عبد الله صالح. وظهور الفساد السريع على النخب الجديده الذي اوصلتها حكومات يعني التقاسم الذي جاءت بها الاتفاقيه الخليجيه والمبادره الخليجيه. نعم. هذا كله دفع الشارع الذي كان حاسما طوال ايام وطوال سنوات الثوره الى التواري، وبدات المسائل محكومه بمعايير اخرى. ميزان القوى فيها يميل كليه لمصلحه علي عبد الله صالح والحوثيين، لانه عندما تم طرد الشارع وتم طرد الفعاليه الجماهيريه الشعبيه أصبح الميزان عسكريا. وقتها كان الميزان في مصلحة علي عبد الله صالح مثلما كان طوال الوقت. الذي غير كل الميزان ذلك هو نزول جماهير الشعب بمئات الآلاف في 18 ساحة عندما تم طرد. ونحن نتذكر بالمناسبة الاتفاق على تفكيك الساحات ومع بقاء الحوثيين في ساحة صنعاء، وكنقطة متقدمة في الواقع لإسقاط صنعاء. البقية انسحبوا، وبدأ أنه حتى هناك طبعا كان هناك ضيق شعبي، لأنه الساحة وقتها كانت قد فقدت أي طابع ثوري وسياسي وأصبحت أشبه بالفلكلور. كان هناك ضيق حتى شعبي بها. فصحيح أن صنعاء سقطت في يومين، لكن هناك كان تاريخ طويل من الفشل السياسي للنخب السياسية والأحزاب، وللأسف الشديد طبعا حتى للنخب التي أفرزتها ثورة فبراير، الذي أصبحنا نرى جلهم وقد تحولوا إلى شخصيات اجتماعية يتبادلون المجاملات ويبحثون عن موقع. رأينا المهازل الكبرى التي كانت تحدث عبر توظيف بعض عناصر المنسقية الثورة مثلا وغيرهم. نعم. وبالتالي هذه اللحظات السياسية هي اللي مهدت للغزو العسكري، ولم نرى رد فعل إلا في الطيف المتقدم في الواقع للشعب ولثورة فبراير، الشباب المناضلين بعض المثقفين الذين منذ اللحظات الأولى دعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، الذين تداعوا وهم على عدد الأصابع في الواقع إلى الاجتماع في ميدان التحرير في ليلة الحزينة بعد 3 أيام من سقوط صنعاء أو يومين، بداية اعتصام واحتشاد القبائل في مأرب. نعم. مظاهرات في الواقع الكبيرة في تعز، بقت هذه يعني اول ردود الافعال الواعيه، رغم ان سقاط صنعاء كان واضحا من وقت طويل، حتى ان الحزب الاشتراكي اليمني مثلا كان قد اصدر بيانا قبل شهر كامل يحذر من وقوع انقلاب. ولكن بقت كان الاحزاب تصدر مواقف ولا تتدخل لتناضل مع جماهير الشعب ولتفرض حقائق اخرى بالاعتماد على الجماهير، لانها في الواقع كانت تعتمد على السفارات وعلى المبعوث الاممي ولا تثق في شعبه، وبالتالي نعم. شعبها لم يكن لا إذا على ذكرك عليها. نعم، على ذكرك لدور المبعوث الأممي، دعني أنتقل بهذا السؤال للأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني ما هي اللعبة التي أو التي قام بها يعني أو اللعبة الأممية للمبعوث الأممي جمال بن عمر في ذلك الوقت، أين حضرت بالضبط؟ هو تحركات الأمم المتحدة هي في اليمن تحركات لا يمكن ان تقرا الا يعني بمزاج متوجس، بمعنى يعني ما زال حتى هذه اللحظه لم نفهم كيف ان جماعه ميليشيا مسلحه تنادي بالحق الالهي في الحكم، بمعنى ان كل عناصر ما يسمى بالارهاب او ما يريد ان يقنعنا به الغرب انه ارهاب متواجد لدى جماعه الحوثي، انها جماعه مسلحه لديها فكره دينيه تريد ان تفرضها بالقوه وتخطط لذلك وتجتاح القرى والمدن. منذ تحرك الحوثيين من اسوار صعده الى ان وصلوا الى اسوار عدن، والامم المتحده تنادي النظام الشرعي وما تبقى من الجيش الوطني بان يقف على الحياد. هذه هي المفارقه الغريبه التي مارستها الامم المتحده في اليمن. ميليشيات الحوثي تجتاح صنعاء وجمال بن عمر بغرفه واحده هو وعبد الملك الحوثي. حتى هذه اللحظه هذه الصوره الذهنيه لدى الامم المتحده
في ذهنية الرجل اليمني البسيط، وبالتالي كان أحد أهم العوامل التي أنتجت المشهد الحالي الذي نعاني منه هو تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ظل المجتمع الدولي صامتا حتى بعد دخول الحوثيين صنعاء، ولم نسمع لهم صوتا إلا بعد أن بدأت تفتش حقائبهم في مطار صنعاء بعد أن استولى عليها الحوثيين. إذن نحن كنا أمام تعامل، دعيني أصف بهذا التوصيف، أمام تعامل من الأمم المتحدة لم يكن لم يقف في صف الشرعية ولا في صف مشروع التحول الحقيقي نحو دولة الديمقراطية ودولة العدالة والقانون والكرامة الإنسانية. نعم، إذا أنتقل للأستاذ معن دماج. أستاذ معن، يعني كنت تتحدث عن أن الأحزاب ربما اكتفت بإصدار البيانات دون الرجوع للشعب، يعني فيما يتعلق أيضا بعدم دعوة الشعب أو ما تبقى من الجيش الوطني أو الذي ربما الكثير لا نعتقد أنها يعني كان جميع الجيش موال لما حدث أو متفق معه، لما لم يتم دعوتهم من قبل مؤسسة الرئاسة لمقاومة هذا الانقلاب، أو كيف تفسر الصمت الذي حصل تلك الفترة والتسليم بالأمر؟ والله طبعا أداء مؤسسة الرئاسة كان سيئا، وكان هناك الكثير من الملاحظات وحتى علامات الاستفهام على ذلك الأداء. أتصور أن الأسباب العميقة لذلك الأداء المرتبك والمتواني وحتى المخيب للآمال وأحيانا حتى الذي لم يقم بمسؤولياته الأخلاقية المنتظرة على الأقل، السبب العميق لذلك كان إحساس مؤسسة الرئاسة بأنها بالفعل لا تملك أي سلطة حقيقية على مؤسسة الجيش والأمن، وأن مقاليد السيطرة ما زالت كاملة على عبد الله صالح. طبعا هذا في إطار التفسير وليس في إطار التبرير لذلك الأداء الذي كان ضعيفا، لأن مؤسسة الرئاسة مثل كل الطبقة السياسية في المعارضة وفي السلطة وفي المشترك ليست بحكم ثقافته ممن يمكن أن تعتمد أو تراهن على جماهير الشعب، وبالتالي رغم أن هناك كانت دعوات لأن تقوم هي بالدعوة لاحتشاد المواطنين ونزولهم للدفاع عن بلدهم وعن جمهوريتهم وعن عاصمتهم، الذي يعرف طبيعة تلك المؤسسة وطبيعة الشخصيات فيها كان يعرف أنها لا يمكن أن تقدم على ذلك. طبعا في نفس السياق حاولت أن تمتص ما حدث سابقا في عمران من خلال محاولة التوائم معه، من محاولة احتوائه ببعض الجمل اللفظية في اعتقادها أنها تستطيع أن تحتويه وتتجاوز آثاره، وهو ما بان الفشل في فترات لاحقة، وصولا إلى اجتياح الرئاسة وبيت الرئيس شخصيا ومقتل حراسته وبعض أقاربه. وكانت اللحظة الحاسمة الأخيرة هي محاولة دفع الرئيس للتوقيع على تعيين نائب للرئيس وقرارات كانت تسلم السلطة بشكل شبه كامل للحوثيين. في تلك اللحظة ربما تحركت المسؤولية التاريخية والأخلاقية للرئيس والرئاسة وامتنعت عن هذا التوقيع، وكانت الامتناع عن ذلك التوقيع وتقديم الاستقالة منعطف مهم مهما كان تقييمنا سلبيا لأداء الرئاسة، لا نستطيع إلا أن نعتبرنا ذلك كان منعطف مهم في منع استكمال الثورة المضادة من أن تصل إلى أهدافها بشكل كامل. نعم. بالتالي في الواقع وحدات الجيش طبعا كأفراد الأغلبية العظمى من الضباط الصغار والجنود هم مواطنين يمنيين، وهم يقفون طبعا بنفس المصالح التي تمثل عموم الشعب، لكن مؤسسة الإدارة والقيادة والسيطرة والتحكم داخل الجيش تنتمي إلى الطبقة الحاكمة، وهي بطبيعتها وبطبيعة مصالحها وبطبيعة واقع الحالة الأهلية التي بنيت بها لم تكن إلا تابعة لعلي عبد الله صالح، ولم يكن من الممكن على الإطلاق أن تتحرك خارج هذا الإطار. نعم، إذن يا أستاذ معن، يعني في دقيقة، بين الجمهورية ليلة الغدر بها والجمهورية في الظرف الراهن، ما الفارق من وجهة نظرك؟ الفارق رغم يعني أنه إمكانية الشعب اليمني وجماهير الشعبية هي أفضل وتستطيع أن تقدم أكثر، أن قطاعات شعبية تجندت منذ اللحظات الأولى لسقوط العاصمة في يد التحالف الرجعي الصالح الحوثي، وبدأت تخوض نضالا سياسيا مقاوما، وتشكلت في أشكال مقاومات مسلحة وكفاح مسلح، ومنذ ذلك اليوم وصولا إلى بداية اطلاع مؤسسة الرئاسة بمسؤولياته
بدأت تتغير كل المعادلة، وبدأت تعود جماهير الشعب كطرف فاعل وأصيل. ما ينقص كل ذلك هو بالورث مشروع يعبر عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعموم المواطنين وللجماهير الشعبية، حتى نستطيع أن نؤمن انخراط أكثر قدر ممكن من قطاعات الشعب في المعركة، وحتى نفشل محاولة تحويل الصراع إلى صراع ذا طابع أهلي وطائفي وجهوي، وتكريسه باعتباره صراع بين الشعب وجماهير الشعبية وبين مجموعة صغيرة من العصابات ضحايا القرون الذين يريدون أن يفرضوا سيطرتهم بالحديد والنار على الشعب اليمني وعلى جمهوريته ومؤسساته. نعم، إذن أستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، لو عدنا بالحديث عن ما حدث تلك الليلة، هناك قوة دولية بعينها ربما كان لها دور معين، يعني مباشرة أو عبر من ينوب عنها، هل حدثتنا عن هذه الأدوار لبعض الدول الإقليمية؟ أنا باعتقادي كان هناك عوامل كثيرة لم يتم التطرق إليها، ونحن تقريبا في نهاية الحلقة، وهو أن جماعة الحوثي هي استغلت مزاج محلي وبشكل أو بآخر موجود في الإقليم، وهو المزاج الإقليمي الذي يريد أن يكبح جماح ثورات الربيع العربي. هذا المزاج استثمرته جماعة الحوثي وتحركت سياسيا في ظل، ما زلت أؤكد، في ظل عدم صمود القوى السياسية التي كانت صامدة في أمام علي عبد الله صالح. اللقاء المشترك لم نعد نسمع بعد مؤتمر الحوار أو حتى خلال مؤتمر الحوار عن مواقف موحدة للقاء المشترك. بدأ اللقاء المشترك كل قوة سياسية تفكر بطريقة مختلفة عما كانت تفكر فيه عندما كانت صامدة أمام علي عبد الله صالح. إذا استثمرت مزاج محلي ومزاج إقليمي بالتحرك نحو العاصمة وإسقاط الدولة. هذا باعتقاد عامل مهم من عوامل إسقاط اليمن. لو تذكرنا مثلا أن عبد الملك الحوثي هو أول من استخدم لفظة الدواعش في توصيف كل من يقف أمامه، حتى أطلق على جزء من الجيش اللواء 310 الذي كان بسقوطه سقطت، يعني كان مقدمة لسقوط اليمن، كان هو الصخرة الأخيرة التي وقفت أمام جماعة الحوثي، وصفها بالدواعش كاستدعاء لفكرة يغازل فيها المجتمع الدولي ويغازل فيها حتى الإقليم. إذا كان هذا المزاج بشكل عام أحد أهم العوامل الذي استثمرها عبد الملك الحوثي وميليشيات المخلوع صالح في إسقاط الدولة وإسقاط الظلم الذي تشكل في ثورة فبراير 2011. نعم، 21 سبتمبر أستاذ جمال، اليوم الأسود بالنسبة لليمنيين وذاكرة مجروحة، يعني ربما هناك مفارقة مضحكة أنهم يقولون أن بفضل هذا اليوم عدنا ل 26 سبتمبر وفهمنا قيمة هذا اليوم ومدلوله بالنسبة للشباب بالذات. برأيك ما الذي يجب على اليمنيين فعله في هذا الظرف الراهن لاستعادة الدولة والجمهورية؟ دعيني أضع هذه اللحظة المؤلمة في سياق عام. السياق الذي يحدث في المنطقة عموما هو صراع بين فكرتين، بين فكرة الماضي والتي أرادت أن يعني تستميت من اجل البقاء بالنسبه لليمن على شكل علي عبد الله صالح وعلى شكل عبد الملك الحوثي. هذه فكره الماضي التي ارادت ان تستميت من اجل البقاء هي تواجه فكره الجديد الذي وفكره المستقبل الذي يتولد باصرار والذي كانت ابهى صوره هي ثوره 2011. انا اريد ان اضع هذه اللقطه المظلمه في هذا السياق لانها فعلا تنتمي لهذا السياق، وعدم الانشغال فقط بتحليل اللحظة وبالحديث حول اللحظة المؤلمة. نحن في صراع بين فكرتين، فكرة الماضي وفكرة المستقبل الذي يتولد بإصرار، وهنا التاريخ يعني جعل الناس بين فسطاطين، فسطاط الماضي وفسطاط المستقبل. هناك من اختار نفسه أن يقف مع الماضي بكل مساوئه، وعاد المستقبل وعاد الأفكار القيمية التي نادت بها ثورة 2011. لم يعني يحصل في التاريخ المعاصر وفي التاريخ الحديث أن خرج الشعب بتلك الصورة. الشعب اليمني علينا أن نذكر هذا المجتمع اليمني، لأنه عندما نكفر بجهود المجتمعات لا يمكن أن نستدعيها في اللحظة التي نحتاج إليها. الشعب اليمني أثبت أنه شعبا حضاريا. لا يوجد شعب حتى في ثورة الربيع العربي مكث في الشارع يأكل ويشرب ويصلي وينام أكثر من عام. هنا اختبر الشعب أنه
عنده إصرار في الاتجاه العام المستقبل، لكن للأسف النخب، وأنا أؤكد على هذه النقطة، يعني لحظة سقوط صنعاء ليست بنت لحظتها، هي بنت صيرورة منذ ما بعد 2011 إلى أن سقطت صنعاء في 2014. كل التصرفات التي حصلت ربما يعني هي التي صنعت لحظة السقوط، ليس صحيحا. يعني هو وزير الدفاع ربما استطاع أن يوهم هذه أنه ليس بيده شيء، يعني هي السياسة تلعب على فن الممكن. ماذا كانت تفعل مؤسسة الرئاسة منذ أن سقط علي عبد الله صالح؟ لم تستثمر لحظة الضعف لعلي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح مرت عليه لحظة كان أضعف ما يمكن، لم يعمل على استكمال إضعافه أحد، للأسف الشديد تم الانشغال بأمور أخرى، وقلت أنا أن اللحظة لا تسمح وربما حتى الوقت لا يسمح بأن نفصل في هذا هنا، لكن الأهم من ذلك هو القراءة التي ذكرتها أنها لحظة مظلمة في سياق مشرق ولا يمكن أن تكون العاقبة. هذه بالمناسبة ليست أمنيات وليست أحلام، هذه دروس التاريخ وعبر التاريخ تقول لنا ذلك، أن فكرة لا تنتمي لمزاج اللحظة، فكرة القهر لا تنتمي لمزاج اليوم، وبالتالي هذه فكرة وكما سماها محمد قحطان الأسير لدى جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة، الانتفاشة هذه لن تدوم، وإنما يعني بإمكانها أن تسيطر فترة من الزمن لكن مآلها إلى السقوط، لأنها ببساطة وبعلمية مطلقة أنها لا تنتمي لإنسان اليوم، لا تنتمي لجيل اليوم. اليوم ابنتي عمرها 6 سنوات تطرح علي أسئلة وجودية، أسئلة تتعلق بكل ما حولها، لا يمكن لهذا الجيل أن يقبل فكرة همجية بهذا الظلام وبهذه السوداوية. لذلك ونحن كثيرا ما نعول على هذا الجيل أستاذ جمال، الجيل الذي شهد ربما الجرح في جمهوريته وفي ثورته التي قامت ضد الإمامة، نعول عليه كثيرا أن يكون بقد المسؤولية لاستعادة الوطن والدولة. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المريكي الباحث والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.